كان واضح. انا سامح سلام، مصفف شعر رجالي وصاحب صالون رجالي وصاحب مبادره حلاقي السعاده لاسعاد اطفال مرضى السرطان. معايا او الفكره جت معايا، كنت بالصدفه على التواصل الاجتماعي شاهدت فيديو لطفل مريض سرطان كان حلاق بيركب له الباروكه. فطبعا لما شفت السعاده والفرحه على وش الطفل قررت ان انا اعمل بوريك بالمجان بدون اي مقابل اطفال مرضى السرطان. طبعا بعرف اعمل البواريك قوي، ان انا اعرف اصنعها واغزلها. فوالدي كان عنده شويه معلومات عنها، كنا بنروح نشتري شعر ونبتدي نصنعه وعرفني اعمله ازاي. وبدات اروح المستشفيات اسال عن المواصفات الطبيه للباروكه، عشان طبعا اطفال السرطان ليهم مواصفات خاصه في الشعر او اي حاجه بيركبوها عشان المناعه عندهم بتبقى ضعيفه شويه. فلميت كل المعلومات من الدكاتره او المتخصصين مختصين. ابتديت اعرض الفكره على الاطفال واولياء امورهم، فرحبوا جدا بالفكره والحمد لله. يعني مرحبا واضح، انا مام التسنيم. تسنيم بقى 3 سنين بتعرفي معهد الاورام، عندها كانسر. النتيجه كانت وحشه جدا، فلما سمعت ان استاذ سامح في المكتبه بيعمل بواريك وبيفرح الاطفال، فانا اخذت رقمه وكلمته، وطبعا قابلته في المكتبه وكلمته على تسنيم. كلمها وشاف الباروكه اللي هي عايزاها، وبصراحة ركب لها الباروكة وبقت مبسوطة وفرحانة جدا. طبعا مع كل طفل بركب له أو طفلة بركب لها الباروكة بينتابني نفس الشعور بالسعادة أو الفرحة اللي بيبقى الطفل حاسس بيها أو المريض حاسس بيها. ببقى أنا في قمة السعادة.